بدون شك انه هاي لها صدى، وخصوصا عند الأسرة هذا الاشي بيزيد من عزيمة الأسرة وبقوم معنوياتهم، وهي الوقفات لازم بدون شك ترفع معنويات الأسرة الى درجة غير محدودة، لانه هاي قوت الأسرة. لما الأسير بشعر انه أبناء شعبه واقفين معه وفي هذا الاحتضان لقضية الأسرة، هذا شيء يثلج صدر الأسير أينما كان. الإهمال الطبي هو قصة قديمة جديدة وهو الأساس، والأساس كمان في تشخيص المرض. يعني هناك إن الأسرة المرضى كان بالإمكان إنه يتم علاجهم لو تم تشخيص المرض بشكل مبكر أكثر، لكن للأسف أحياناً بكون متعمد وأحياناً بكون من باب سياسة مصلحة السجون اللي تعودت المماطلة في كل شيء، ومن ضمنها في حتى في قضايا الصحة، رغم انها المسؤولة حسب القانون الأولى والأخيرة عن صحة الأسرة وسلامتها. هي استمرار الوقفات والنشاطات الداعمة لوليد، استمرار المشاركة بالأعمال المناصرة لوليد من أجل خلق حالة من الضغط لإطلاق سراحه ولتلقيه العلاج دون قيد. يعني الاحتلال ربما يقول أنه تتم معالجة هؤلاء الأسرى وأنهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، ونحن نقول أن هذا كذب، لأن الاحتلال هو المسؤول عن أن هؤلاء الأسرى أصلا يصلون إلى وضع صحي مأساوي ويحتاجون إلى تدخل علاجي فوري، والاحتلال هو من يضعهم في دائرة الخطر الصحي ويدفعهم إلى مربع يعني الميؤوس منهم. هذه الفعالية هي فعالية تضامنية مع الأسرى المرضى وفي مقدمتهم وليد دقة وعاطف وعاصف الرفاعي الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وخاصة مرض السرطان، للمطالبة بإطلاق سراحهم وبقية الأسرى المرضى، حيث تعنت الاحتلال الإسرائيلي برفض إطلاق سراحهما، وخاصة وليد دقة الأسير البطل والقائد الذي أمضى 37 عام في الأسر وأنهى مدة محكوميته، والآن يعني يواجه خطر الموت، ومع ذلك يصر هذا الاحتلال ومحاكمه العسكرية على رفض إطلاق سراحه وكأنها تتخذ قرار بإعدامه.